صباح الخير. بدنا نحكي اليوم عن موضوع حلو، هو التعبير الجيني. بعرف انه شوي ممكن يكون شائك، في اكثر من مرحله له بدنا نحكي عليهم. خلينا نشوف، هو موضوع بيزك بصراحه. خلينا نشوف المراحل اللي عم نحكي فيها على التعبير الجيني، وين بيصير فيها ضبط التعبير الجيني وتغيير التعبير الجيني، وين هلا في بعض الابحاث عم تشتغل على هالموضوع هذا لتطوير ادويه. نحن بنعرف من ايام المدرسه بالبكالوريا انه انا في عندي دي ان اي، في عندي ار ان اي، في عندي بروتين. هاي الصوره البسيطه المثاليه السهله لاصطناعه البروتين. طبعا اصطناعه البروتين مثل ما شايفين بيتالف من مرحلتين اساسيتين، هو الانتساخ، انتساخ الدي ان اي لار ان اي، وترجمه الار ان اي الى بروتين في سيتوبلازما. التعبير الجيني شو هو؟ تعبير او تعريفه البسيط هو الوسيله التي تترجم من خلال المعلومات الجينية إلى نمط ظاهري. بسيط التعريف جدا، تقريبا نصف سطر. مثل ما شايفينه في عندي أنا DNA، في عندي RNA. إذا منلاحظ على RNA في عندي أكثر من آلية، طبعا رح نعرض بعض منها. نحن أكثر من آلية أو بروسيس يخضع لها RNA أو المسنجر RNA. وثم في السيتوبلازما أيضا في عندي أنا أكثر من، ما بدنا نقول آلية، ولكن في أكثر من فعالية للترجمة أو أكثر من آلية زيادة أو إنقاص فعالية الترجمة. مستوى أو تنظيم التعبير الجيني في عندي عدة مستويات، على مستوى الدي ان اي، على مستوى الار ان اي، وعلى مستوى الترجمة. خلينا نحكي على المستوى الأول، مستوى الدي ان اي. نعلم أن الدي ان اي أو المورثة، مثل ما حكى زميلنا الدكتور شادي، في عندي أنا تسلسلات على قريبة من المورثة أو بعيدة منها. في عندي تسلسلات تسمى البروموتر، قريبة من المورثة، لها دور أساسي في حدوث الانتساخ. لدي أيضا تسلسلات قريبة أو بعيدة عن المورثة، قبلها أو بعدها، تسمى أما انهانسر أو سيلانسر. وظيفتها الأساسية إما زيادة التعبير الجيني، زيادة الانتساخ هنا بالأحرى وليس التعبير الجيني، زيادة الانتساخ، والذي قد يؤدي لزيادة التعبير الجيني أو لا، أو إسكات التعبير الجيني. إذا في عندي أنا أكثر من آلية. هالآلية هدول مين بيتدخل فيها معي أنا؟ في عندي أنا بروتينات وعندي تسلسلات. التسلسلات أصنفها ضمن ما يسمى مجموعة سيس أكتينج إليمنت، يعني عناصر هون قريبة. ما رح أحكي بالكيمياء أنه سيس مقرون أو مفروق بالنسبة للترانس والسيس، ولكن هون المقصود فيها أنه هذا الطقم أو الجهاز، إن كان بروموتر أو إنهانسر أو سيلانسر، أو في عندي أحيانا تسلسل اسمه العازل، مشان يعزل مجموعة هالجينات أو مجموعة التسلسلات بين جينة وأخرى. هاي بنسميها سيس. في عندي عناصر أخرى هي البروتينات. بروتينات تقسم إلى بروتينات على رأسها طبعا هو بروتين الار ان اي بوليمريز 2 بالنسبة للمسنجر ار ان اي. طبعا في عندي أكثر من نوع من الار ان اي بوليمريز، إضافة إلى العديد من البروتينات. إذا بنلاحظ نحن هون بتعمل لي أنا ربط بين منطقة الانهانسر في الأعلى والبروموتر المغطاية، هي ما مبينة تحت عندي أنا، بالإضافة لكثير من عوامل الانتساخ. إذا هذا مستوى، إذا بنقول ضبط التعبير الجيني على المستوى الديني. بنلاحظ هون عوامل الانتساخ ممكن تكون مفاعلة للانتساخ، أو ممكن تكون مثل ما شايفين هون ترتبط بمناطق قريبة من البروموتور، على البروموتور إذا لتساعد الانتساخ أو لتثبط الانتساخ بالنسبة للكاظمات. والانتساخ في النهاية يحصل لأحد الطاقين بالاتجاه 5 فتحة 3 فتحة كما هو معلوم، وينتج لدينا نحن سلسلة mRNA واحدة. هلا التنظيم على مستوى التعبير الرنا، هون في عندي انا حكي كثير انه على مستوى الرنا شو عم يصير عندي انا. المعلومه الاساسيه نحن مثل ما شفنا انتهينا فيها شوي، انه الار ان اي عندي انا يخرج او بيطلع عندي نسخه عن احد طاقي الدي ان اي. احد او اول المعالجات التي يخضع لها المسنجر ان اي هي عمليه الكابينج او اضافه قبعه عند النهايه 5 فتحات للمسنجر ار ان اي. طبعا هي جزيئه من 7 ميثيل جوانزين ترتبط مع النهايه 5 فتحات. لها عدة وظائف، هذا الارتباط أو هاي الآلية لها عدة وظائف. أولا حماية الـ RNA من التدرج، ثانيا زيادة فعالية الترجمة أو حتى خروج الـ RNA من النواة إلى السيتوبلازما اللي تم ترجمته. الآلية الثانية أو البروسيس الثاني التي يخضع لها المسنجر RNA هي البولي A. إضافة البولي A إذا بنلاحظ نحن عند النهاية 3 فتحة هو ذيل من عديد الأدينين بوساطة أنزيمية، بعد أن يجتاز الـ RNA بوليمريز تسلسل محفوظ، نحن بنسميه تسلسل كونسيرف محفوظ اللي شايفينه نحن AAU3A. بعد ما بيجتازوا بحوالي 15 ل 30 35 نوكليتيد يتم شطر الار ان اي واضافه ذيل البولي A. البولي A
بصراحه هو صح له دور حماي من انزيمات الاكزونكلياز، له دور في زياده فعاليه الترجمه، حتى يقال انه له دور بزياده عمر النصفي للمسجر ار ان اي. زاد العمر النصفي للمسجر ار ان اي، زادت كميه البروتين المنتجه، اذا قصر قصرت الكميه. اذا هون مثل ما قلنا في عندي انا ضبط لكميه البروتين اللي انا راح احتاجها بالخليه. الاليه الثالثه اللي بيخضع لها المسنجر ار ان اي واللي نحن ما لنا شايفينها هون هي اليه سبلايسنج اللي حكى عليها الدكتور شادي هلا من شوي. سبلايسنج هي ازاله الانترونات ووصل الاكزونات، التعريف البسيط لها. فينا نضيف عليه شيء زياده، فينا نضيف عليه كمان ذكر او لمح للدكتور شادي هي عمليه التطفير البديل. التطفير البديل طبعا كلمه التطفير للامانه اجت او جاءت من قصه الافلام القديمه، عندما كان المراقب لا يرغب برؤيه مشهد ما او جزء من فيلم ما كان يقصه ويوصل الفيلم، فجاءت من بالاساس من هالقصه هي. هون نحن عندنا شيء ما بدي اياه، انا اللي ما بدي اياه هو الانترونات. طبعا ما بدي اياها مبدئيا لانه الشيء المرمز الموجود بالاكزونات بدي اياه يطلع ناضج. ممكن واحد يسال سؤال، طيب ليش عندي انا نسميها نحن طول السيره، ليش لحتى يكون عندي اكزونات وانترونات واكزونات وانترونات بعدين نزع الانترونات بعدين وصل الاكزونات؟ كمان لمح للدكتور شادي انه انا بهالقصه هي ممكن مره شيل انترون صح، ولكن ممكن مره انا شيل معه او انزع معه اكزون، ممكن مره انا انزع جزء من اكزون، ممكن انا خلي جزء من انترون. اذا في عندي انا اكثر من اليه للضبط. هون بحصل انا على تنوع كبير من البروتينات لا يوازي عدد البروتينات عندي، لا يوازي عدد الجينات صح. بالاضافه لبعض الدراسات تقول انه في عندي انا اليه اسمها نيجاتيف فيدباك ولكن على مستوى الام ار ان اي. كلياتنا نحن نعرف اليه التلقيم الراجع السلبي هي غالبا على مستوى حيوي، انه عندي جزيئه كميه كبيره تثبط الصناعه، ولكن على مستوى الار ان اي الخليه احيانا تلجا لعدم انتاج بروتين ما الى نقول نحن تعمد مقصود لعمليه سبلايسنج، بحيث انه ينضاف جزء من انترون او جزء من اكزون او حذف جزء من انترون حتى اكزون حتى يتم عمليه ازاله المسجر ان اي بالاساس، اي لا يصل الى مرحله الترجمه. نسيان حالي انه لازم يكون عند الكمبيوتر. طيب عمليه سبلايسنج ممكن الواحد يتبادل لذهنه، كيف انا جهاز او هلا راح نشوف مجموعه البروتينات الهائله اللي تدخل في عمليه سبلايسنج، كيف ممكن تتعرف انه هون بدايه الانترون هون نهايه الانترون؟ كما اقول لطلابي دائما تعليمات الدي ان اي من الدي ان اي وبقلبه، يعني بقلب الدي ان اي انا هي التعليمات موجوده عندي انا هي، يعني هي عباره عن اربع احرف انا عم اشتغل عليها، الا والسي والجي والتي موجوده بقلب الدي ان اي. اذا معناتها انا عم ابحث على كودات او رموز معينه يبدا من عند الانترون وينتهي عند الانترون. مثل ما شايفين هون احنا اول رمز او ثنائيه تبدا فيها او يبدا فيها الانترون هو الجيو، واخر واحد هو الاجي، وفي عندي انا نقطه تفرع. طبعا في عندي ايضا بعض التسلسلات الاخرى، ولكن هدول مثل ما شايفين نحن تقريبا اذا قارنا الدي ان اي عند كثير من عند البشر او الكائنات الحيه ملاحظ ان نسبتهم موجودين بنسبه 100% اذا استخدمنا المعلوماتيه الحيويه. طبعا ليش انا عم عرج هدول؟ ليش عم ركز عليهم؟ لانه اليه التطفير البديل لما واحد بيقول لي انا بدي اعمل موديل ثاني من هالمسنجر ان اي، بدي اعمل بروتين ثاني، ببساطه في بعض البروتينات تدخل على الخط وتغطي هالنقاط هي، بحيث انه اليه التطفير لا تتعرف عليها، بحيث انا ممكن انا اتجاوز. يعني مثلا اذا خبيت انا الاي جي الثاني وخبيت الجيو اللي بعد الاكزون الثاني، ممكن بقى هون اليه التطفير تشيل او تنزع عملية الاكزون الثاني بالكامل، يعني تبدا من الجيو الاولى هون وتنتهي بالجي جي تي او عفوا الاجي الثاني اللي بالاكزون او بالانترون اللي بعده. كمان رح نحكي على هالقصه هي هلا بعد شوي انه بتطوير العلاج. هي عندي هالآلية أو البروتينات تقريبا مختصرة لآلية التطفير. مثل ما لاحظ هي آلية معقدة، في عندي عدة بروتينات سبلايزوزوم نحن بنسميها، بالإضافة لذلك في عندي بروتينات مساعدة كلها تساعد في عملية تحديد أين يجب قص الإنترون ليتم نزعه، كلها تساعد في هذه العملية، وفي بعض منها أيضا يساعد في عملية التطفير البديل. التطفير البديل مثل ما لاحظنا وحكى عليها الدكتور شادي ما حطول عندها كثير، ممكن نحن من مسنجر ان اي واحد نحصل على اكثر من جزيء بروتين بحسب الخليه، اذا اختلاف الخلايا وبحسب الفتره الزمنيه ايضا. في بعض الامثله، طبعا هذا مثال قديم موجود بالكتب، وفي امثله جديده قراتها امبارح عن بروتينات
لنلاحظ انه احيانا طبعا هذا البروتين ما رح اتدخل فيه كثير، انه تخيلوا انه انا عندي مسجر ان اي بنوع من انواع الخلايا او الانسجه هي الدرق بيعطيني كالسيوتينين، بخلايا عصبيه بيعطيني ناقل عصبي، وظيفتين مختلفتين تماما عن بعضهما. امبارح قريت مقاله نفس المسجر ان اي ممكن يعطيني صفه بروتين يحرض الاستماته، ونفس المسجر ان اي اذا اضفت او ازلت منه جزء ممكن معاكس للاستماته نفسه، اذا فعلين متعارضين تماما، وبروتين اخر عم يشتغل عليه لتوليد الاوعيه الدمويه او بنسميه نحن انجيوجينيسيس، بروتين احد بروتين عم يشتغل ممكن يحرض وممكن يثبط. طبعا كلياتنا رح يروح ذهننا مباشره لعلاج الخلايا السرطانيه. مثال بسيط ايضا على الار ان اي ديتينج لنعرف نحن قديش نحن في عنا او كم الهائل من معالجه او من تعديل او العمل على الام ار ان اي. يعني ما بس عندي انا انتساخ وار ان اي وبروتين، في عندي انا شغل كثير بالنواه قبل ما يصير عندي انا بروتين. مثال بسيط ومدرسي ايضا هو انه كيف انا ممكن انا اعدل الام ار ان اي بحيث انا ما احصل على كامل السلسله حسب نمط الخلايا. والمثال اللي عندي هو لبروتين الابو بي اللي كلياتنا بنعرف انه هو صميم او بروتين، صميم بروتين الشحمي الذي يبقى او يندخل مع البروتينات الشحميه للمساعده على نقلها في الجسم والتفاعل مع الريسبتور الخاص فيها. بنلاحظ انه بخلايا الكبد المسنجر ان اي كاملا يبقى ويترجم الى بروتين، بروتين كامل ابو بي 100 نحن بنسميه. ولكن بخلايا الامعاء انا لست بحاجه للابو بي 100 كاملا. الحل او العمل ممكن احد الكودات اللي شايفينها احنا سي اي فقط بدل كود واحد لا غير. بدل السي تبدل طبعا بوساطه انزيميه، مع انه تبديل تلقائي بوساطه انزيميه، تبدل الى يو يوراسيل. هون صار عندي كود موقف للترجمه، وبالتالي انا تقريبا اصطنعت نصف البروتين تقريبا، مشان هيك نحن بنسميه ابو بي 48. هذا الشكل راح اتركه لصديقي الدكتور مجد، هو عن الابيجينيتك على الميرنا، ايضا من الاليات التي ينضبط فيها او تستخدم لضبط التعبير الجيني. جينه ميرنا تنتسخ على شكل بري 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 ميرنا، انزيم معالجه انزيميه بانزيم دروشه، بروتين اكسبورتين يخرج هذا الجزيء الى سيت بلازما، معالجه انزيميه ثانيه بانزيم دايسار، ثم مع معقد ريسك، والنهايه ارتباط هالجزيء الصغير مع النهايه ثلاثه فتح الام ار ان اي الهدف واسكاته. اسكاته المقصود فيه اما منع ترجمته او تدرك الام ار ان اي الخاص او الهدف اللي ارتبط معه الميرنا. على مستوى الترجمة الامارني وصل إلى سيت بلازما، الحل أو ماذا سيحدث؟ جملة من البروتينات ستبدأ بالتعرف عليه بالارتباط معه، بالإضافة إلى طبعا اللي شايفين نحن هون جزء بسيط من البروتينات ترتبط مع النهاية خمسة فتحة للامارني، بالإضافة إلى الوحيدة الصغيرة من الرباسة الصغيرة أيضا هي أول من ترتبط مع الامارني، ثم تتبعها. طبعا في عندي حتى البروتينات اللي شايفينها تحت باللون الموف تقريبا هي بروتينات البولي اي بايندينج بروتين، كما ايضا تساهم بعمليه الترجمه وتنضم اليها او يتم تحديد رامز البدء لا يو جي، ثم تنضم الوحيده الكبيره وتتم عمليه الترجمه. طيب هون ممكن يصير عندي ايضا في عمليه ضبط التعبير الجيني، ممكن نحن هون عن طريق زيادة العمر النصفي للام ار ان اي. زيادة العمر النصفي للام ار ان اي يؤدي إلى زيادة كمية البروتين. انقاص العمر النصفي للام ار ان اي يؤدي انقاص كمية البروتين. إذا الرباسة مثل ما شايفين هون لها ثلاث حجرات عندما تنضم الوحيدة الكبيرة والصغيرة، حجرة A و P و E، وتباعاً تنتقل أو تنزاح على الام ار ان اي كل ثلاث نوكليديدات سواء، يعني كل كود 3-3 لحتى نوصل لنهاية أو نوصل للكود ستوب وتوقف عملية الترجمة. بعد الترجمة لسه في عندي كمان حكي، طبعا لسه في عندنا نحن عملية تعديلات ما بعد الترجمة، وهي قد تكون تعديلات فيزيائية وتعديلات كيميائية. تعديلات فيزيائية تشمل أنه التطوي أو الفولدينج، أن البروتين يأخذ شكل فراغي ما كان حلزوني أو صفيحة. التعديلات الكيميائية هي إضافة جذور أو شيء لهذا البروتين إن كان فوسفات أو سكاكر أو ما إلى ذلك،
طبعاً إضافة أي جذر كيميائي أو أي مركب للبروتين تعني تغيير في خواصه الحيوية، تعني تغيير في فعاليته، تعني تغيير في عمره النصفي، ممكن بالاستقلاب. إذا صار في عندي تعديل، صار في عندي أنا قصة تانية. هدول المقالتين اللي أحكي عنهم، واحدة والثانية وراها شيء جديد عم يشتغل عليه برا. مثل ما حكينا نحن كلياتنا بنعرف نحن دي ان اي ار ان اي وبروتين. دراسة حديثة، طبعا هي دراسة بروسيا كانت، انه عم يشتغلوا او فكرة بسيطة هي، نحن نعرف انه الار ان اي او عفوا الفيروسات لما تدخل الخلية تجند الخلية ومؤسسات الخلية والماشينز الموجودة في الخلية لصالحها. سؤال بسيط والطفولي بجوز لسه ما خطر على بالنا نحن، انه كيف الار ان اي الفيروسي قادر انه على خطف آلة الترجمة أو السيطرة على آلة الترجمة، وعندي أنا عدد هائل من البروتينات الخلية، يعني شو هالجذب الكبير ما بين بروتينات وما بين آلة الترجمة الموجودة، هي بالأساس مسخرة للخلية. ليش الفيروس عم يقدر الـ mRNA الخاص فيه أو الـ RNA عشان ما نقول الـ RNA الخاص فيه عم يقدر ياخذ الآلية لصالحه، عم يجذبه، يعني عم ياخذها لناحو أكثر من الخلية، وبالتالي عم يصنع مكوناته وعم يعمل لي أنا شيء الخاص فيه، يعني عم يعمل هو غلاف، عم يعمل بروتينات، عم يعمل انزيمات دي ان اي او ار ان اي الخاص فيه. لاحظوا انه في عندي انا تسلسل موجود اما بالمنطقه غير المترجمه من ناحيه الخمسه فتحه او من ناحيه ثلاثه فتحه. هاي المنطقه لها قدره جذب كبيره للريبوزومات مقارنه بالام ار ان اي الخاص بالخليه، قد تكون الخليه اجسامنا نحن. طيب ما الفائده من ذلك؟ حاليا عم يعملوا، عم يحاولوا يطوروا معالجات مثل ما شايفين هذا اللي بيباتاتي السي، انه انا اقدر اما بسيرنا بتتالي نوكليتيد معين غطي هالمنطقه هي بحيث انه انا احرمه يستفيد من الافضليه على اله الترجمه تبعتي انا، او هني عم يحاولوا بالنسبه لقصص ثانيه انه اذا ما قصت نحن التتاليات موجوده بالخمسه فتحه والثلاثه فتحه، انه قد يكون البروتين المصنع من قبل امراني الخاص ببروتينات الترجمه الخاص بالرنا أن تكون أكثر فعالية. عم حاول ثبت تشكيل هالبروتينات، يعني أنا بصراحة عم حاول أحرم هالفيروس أو الأرنية الفيروسي من استفادة من الآلة الموجودة عندي أنا بخلايا جسمي. دراسة واعدة. الدراسة الثانية أيضا امبارح بالليل انتهيت منها للأسف، يعني حتى الآلية تبعتها ما كتير لسه دخلت فيها أو تعمقت فيها. هون نحن بدنا نشتغل شوي او بدنا نلعب مثل ما نقولوا على السبلايسنج. طالما ذكرنا انه آلية فيها العديد من البروتينات وفيها بروتينات مساعده، فانا ممكن ادخل كلاعب. ندخل كلاعب، يا بنوقف بروتين يا بنزيد فعاليه بروتين وبنشوف شو النتيجه. طبعا هي الدراسه طبعا يابانيه كمان حديثه، وهن متاملين كثير انه هذا الدواء اللي شايفينه فوق كمان لاول مره بسمع فيه بحياتي، او هالمركب برانا بلام، ما بعرف من اي نبته مستخرجينها. هذا الدواء له فعاليه، ما هن بالفيز 2 هلا حاليا، وهن ياملوا انه يلاقوا علاج لضمور العضل النخاع المنشا اللي متوقع هو من سنتين يمكن طالعوا له علاج هو بالسيرنا، انه ذاك علاج مكلف جدا، انه هذا اول علاج اذا طبق هو علاج فموي. طيب شو الهدف او ليش فكروا بالقصه هاي؟ نحن احد اسباب الضمور العضل النخاع المنشا هو انا عندي مشكله بالاكزون السابع لهالجيني، هاي هو تغير نوكليتيد واحد. هالتغير نوكليتيد الواحد شو عم يعمل لي بعدين؟ عم يعمل لي اذا بنلاحظ بخربط لي اذا بدنا نشوف اليه التطفير، بحيث بيعطيني منتج اللي هو غير فعال اللي شايفونه تحت 80% مع حذف الاكزون السابع كاملا، ومنتج حوالي 10-20% مع الاكزون السابع، يؤدي لي تطور اذا الاليه الامراضيه لهذا المرض. هذا الدواء شو عم يعمل لي؟ او هذا العقار مشان نقول، او لسه ما صرنا بمرحله الدواء، شو عم يعمل؟ عم يزيد الفت البروتينات اللي شايفينها هون U1 U2، الفتهم لمواقع التطفير. مثل ما حكيت من شوي انه التطفير البديل شو معناتها؟ اذا بنلاحظ هون التطفير البديل انا تعرفت على هذا الموقع وتعرفت على هذا الموقع بس، هدول المواقع ما تعرفت عليهم. لذلك تم ازاله الاكزون السابع بالكامل. الحل انه انا ازيد الفت بروتينات التطفير اللي شايفينها U1 U2، انه لا في عندي موقع هون وفي عندي موقع ثاني هون ارتبط معهم وعمل لي تطفير فعال، تطفير كما يجب، وبالتالي انتاج البروتين النظامي، البروتين الوظيفي الفعال. طبعا هي دراسه حلوه، بجوز طلاب الدراسات هلا انه ناوي اعطيهم اياها انه مشان نتعمق فيها اكثر،
نشوف كيف العالم عم تفكر بصراحة، إنه كيف عم نطلع نحن خارج الصندوق ونفكر بعلاجات دوائية. بالنهاية أنا بتمنى لكم تكونوا شوي استمتعتوا أو استفدتوا من المحاضرة. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية.